برايم <applause> تايم شلون نهاركم اسعد الايام أصبح النور وسرور لكم الكل السلام عليكم من ما كنتوا تسمعوا فينا انتم ما تسمعوا في برايم تايم على راديو ماد نبداو كالعاده باهم الاخبار لا روفي دو غدا الخميس ذراب عام في قطاع المحاماة واليوم اجتماع لمجلس العمداء هذا هيئة الوطنية الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تونس العميد عميد المحامين حاتم زي وفي ندوه صحفيه انعقدت يوم امس الثلاثاء ان مجلس العمداء سينعقد اليوم الاربعاء على ان يتم تنفيذ اضراب عام عن العمل يوم الخميس القادم يوم الغد الخميس مع وقفه احتجاجيه بعد الاحداث مؤخرا في دار المحامي وقررت هيئه الهيئه الوطنيه للمحامين الدخول في اضراب عام يوم غد الخميس كما قلت اليوم زاد باش يكون انعقاد لمجلس العمداء معاذ شوف عليك قبل ما نبدا معك في الموضوع هذا انا نحب نقول انا مع حريه التعبير المطلقه هذا باش نكونوا واضحين وهذا مبدا لا يتجزا من حقوق الانسان وهذا من الحاجات اللي كلين عليهم الضرب في 2011 و واخر 2010 بالنسبة للمسألة هي هي المسألة بسيطة وبسيطة جدا تلخص في التصريحات متاع العميد المحامين البارح وفي تصريح ناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فكري فيك البارح اللي, اللي قال لا إشكال لنا مع المحامي <applause> هذا باش لانه لاذابه نجم نقولوا هذيك الكتله نتاع الجليد بين الطرفين. البدايه بدات بتصريحات اعلاميه بعد سونيا دهماني قامت بالاحتماء بدار المحامي لرفضها الامتثال الى غير ذلك شوف التحقيق والتفاصيل التحقيق نخير نصبره باش نعرفه بعد شنو التفاصيل أي. لهنا الفصل بين الاعلامي والمحامي لهنا المشكل كي تقوم عمل بصفتك اعلامي ما تنجمش تتقلب وتجبد كاسكيت وتولي محامي على الاقل رايي انا الشخصي أيه معناتها ت... ت... يمكن طالب بمتابعتك بقال مرسوم 115 مفهوم وتقول ليه ما نحبش انا مش معقول متابعتي ولا مساءلتي أربعة 54 هذا مفهوم وهذا لا يمس من حريه التعبير يعني دي ديما نرجع لنقطه البدايه مبدا هو الحريه حريه التعبير, <applause> التعبير. الواضح واللي تبعناه على الاقل خل... ديما نحكي باسمي الشخصي انه تصريحات عميد المحامين قال واضحه معناتها النأي بالهيئة المحامين على التجاذبات السياسية. السياسية للمحامين تعرف أنت يا علي من 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 الاستعمار والمحامين في تونس هما طيارات سياسيه وهذه حاجه ايجابيه راه مش أي حاجه محامين أيه وهم طوابع سكر كلهم كيف كيف اكيد باش فما تيار الاسلامي وطيار اليساري وطيار الوسطي والقومي والتابعين التجمع ولي كل معناتها وهذا وهذا حقهم وبطبيعه وهذه حاجه صحيه وحاجه حميده مع عميد المحامين وحتى سمعناه في تصريحاته يقول لا تنخرط هي في مواقف السياسيه للمحامين وهذا واضح معناتها انت كمحامي من حقك تنخرط في اي تيار سياسي لكن ما تهزش معاك ما الهيئه, مع الهيئة المحامين. هذا تصريح للعميد المحامين سمعناه في تصريحه في الفيديو كان واضح اللي 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 صاروا زوز بالنسبه لاقتحام دار المحامي هي اللي تقلق شويه علاش تقلق شويه تقلق شويه اولا على الصوره اللي قاعدين نعطي فيها وكان زايد معناتها الاقتحام هذاك كان زايد علاش لانه المحاميه وهيئه المحامين وال والنجم نقولوا الجسم العام بتاع المحامين هو مكون من مكونات البلاد هذه راهو المحامين كانوا حاضرين في كل مراحل التاريخيه نتاع البلاد هذه من مراحل الاستقلال والمقاومه والنضال والمحامين كانوا هما ديما القاطرة اللي تهز معها بتبيع قطار الحريات في, في, في تونس وقطار المناظرة وشوف المحامات قديش عطات من من رئيس جمهورية هذه يعني حاجة في كل المحطات تقريبا من وكان, وكان ديما حاضر معناتها الدفاع عن الحق كان هو المحامي حتى دوره المجتمعي المحامي تعرف الناس الكل الو استاذ الو استاذة كيفاش شنو باش نعمل وهذا يحتمي به الظالم والمظلوم وهو عنصر هام في المعادلة القضائية بصفة عامة باش يكون حاضر في الأحكام وخاصة يكون عنده دور باش القاضي ما ما يمشيش على اليمين وعلى اليسار، اش معناتها ما يمشيش على اليمين وعلى اليسار؟ ينجم يحكم معناتها يقوم معناتها بتجاوزات حتى ما يفيقش بها لكن المحامي يكون هذا للتعديل ويلعب دوره وحقه في الدفاع، حتى المظلوم عنده الحق في الدفاع. معناتها المحامين هما مكون اساسي للدوله. هذا يلزمنا نتفقوا فيه واللي صار بين معناتها بين الوزارة الداخلية بين الظفرين بالطبيعة والمحامين هو زايد ولخصوا بوزغاية كي قال لا إشكال لنا مع المحامين, هذا معناتها نبدأ ولا بد أنه نرجعوا ونهدئه. هذه نفوس النفوس بين نفس نفس بال هادين هادين بالـ بالـ بلـ بلـ بين الطرفين لأنه تعرف المحامين والـ والـ والبوليسية ما بعضهم كل يوم <applause> بعضهم يوميا المعاملة مع بعض في البداية وفي المراكز معناتها مع بعضهم كل يوم معناتها اللي اللي صار زيد شوف فما نوع من الاستغلال السياسي للمسألة وفما نوع من التصعيد وهيئة المحامين بقات في إحراج خلي هذا واضح هذا ديما نقول لك عليه التفاصيل نتاع التحقيق نحكيو فيها وقت اللي تطلع زين مازال ما فماش نصبروا على تفاصيل التحقيق احنا نحكيو على الوقائع اللي صارت اللي قدامنا صارت في, في الفيديو وبناء على التصريحات اللي قالهم العميد البارح وسمعنا الناطق الرسمي باسم وزاره الداخليه من مصلحه الطرفين انه نمشيو الى التهدئه لانه اللي صار مكروش يصير هو من اصله والمساله اولا, أولاً اصلا ما تستحقش اللي وصلنا له في ونالوا في نوع من التصعيد من المستحسن إنه يقوم المحامين حقهم بطبيعة يقوموا بإضراب يعبروا عن غضبهم على اقتحام دار المحامي دار ولابد أنه نشوف شنية التفاصيل لأنه تقريبا تصريحات بصغاية يقول فما تهويل إلى غير ذلك نرجع للتفاصيل ولابد أنه نحترم المؤسسات نتاع الدوله والهيئة المحامين والمحامات بصفه عامه هما من مؤسسه الدوله هما من المعروف البلاد هذه كما كيف كيف وزاره الداخليه اكيد يخدموا على روحهم شوف احترام القانون هو واجب الناس الكل هذه الحاجه الاولى ولكن القانون يلزم هو يحمي الحريات هذا اللي قاعده المعادله هذه صعيبه وما نجموش بعد 14 سنه من 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 احداث 17 ديسمبر احنا نرجع الى المربع الاول معناتها معناتها اذا كان فما حق لابد انه يتاخذ واذا كان فما قانون لابد انه يطبق هذا مع الحفاظ على الحريات ونتمنى انه المساله تدخل فيها العقلاء ونحيو منها الجانب السياسي شوف اللي يحب يعمل سياسه هو حر لكن لابد أنه منجيش تو أنا توا خاطرني أنا صحافي نولي نقحم في الناس معايا في الصحفي أنا عندي موقف إذا كان مش ناخد نولي نعم في السياسة نعم في السياسه جدوى سيمي فهمت هي المسائل السياسيه وما نحاولش ندخل خاطر ان انا معارض فلان ولا معارض فلان نهزم معايا جسم من الاجسام وباش ندخله في المعركه هذيك. يلا اكيد لنا متابعه لهذا الموضوع كما قلنا اليوم اجتماع مجلس العمداء الهيئه الوطنيه للمحامين التونسيين ايضا غدوه باش يكون اضراب عام في قطاع المحاماه نحكيه على التمور التونسية، نمشي للاخبار الثاني متاعنا التمور التونسية والتصدير، شنو هي الدول اللي تمشي لها ولا يمشي لها التمر التونسي، أصوات مغاربية تعطينا الترتيب، أصوات مغربية مصدرنا لهنا تقول حل المغرب المملكة المغربية في المرتبة الأولى بقائمة الدول أو المستوردة للتمور التونسية بنسبة 17.7% أي ما يعادل 22.900 100 طن خلال الموسم الفلاحي 2022 2023 ايطاليا في المرتبه الثانيه بالقائمه باستحواذها على نسبه 7.8% وفرنسا في المرتبه الثالثه ب 7.6% ايطاليا فرنسا اللي كنا نحن في بين كتونس ممكن معناتها ممكن فكرة عند عامة الشعب انه ممكن هما اول البلدان اللي يمشي لهم تمر التونسي لا مش صحيح ما هو حسب الاصوات المغاربية المغرب اول وقت دولة معناتها في اطار احنا نحضروا في الـ في الاميسيون البارح شفنا هي, هي الباج دي اصوات مغربية لنقلة الاخبار هذا عملت شوية روشيرش قيت على الاقل على الاقل التقارير والمقالات اللي وصلت لهم حتى في 2016 دوما كانت هي المغرب المغرب الاولى ديما كانت هي الاولى في في استيراد التمور التونسيه وهذا من الحاجات اللي تفرحنا هذه من الحاجات اللي بطبيعه لابد ان نزيد ونخدموا عليها في معناتها تنشيط الاسواق القريبه تعرف علي انت الاسواق القريبه لافونتاج متاحة التكلفه اكيد معناتها كيف كيش تبيع كما مش كما تبيع المغرب ولا ولا الجزائر ولا ليبيا ولا مصر ولا غيره كيما باش تبيع البرازيل ال... ولا, ولا... ولا... انه قاعدين قاعدين الـ... نتحركوا في البرازيل في البرازيل لا اللي... قاعدين نتحركوا في البرازيل وحاجه مهمه ياسر انا ارجعولها لها على المستوى التصدير الفلاحي ومشينا عرضنا السلع نتاعنا وهذه حاجات تفرح في على المستوى الـ الـ الفلاحي انا ارجعولها لها قلت لك مهم برشا انه تكون انت في الاسواق القريبه منك تكون انت حاضر بالمنتوجات نتاعك سواء كانت زيت الزيتون ولا التمور وخاصه التمور التونسيه والسمعه المتميزه لها مع تكون المغرب اللي هي معناتها واحده من الجيران نتاعنا واحنا من الاشقاء الاشقاء نتاعنا وفما راهو عديد العلاقات التصاهر بين الشعبين فانه انه مهم برشا انه تكون المغرب من الاسواق الاوليه ولا الاسواق الاولى الاولى في المناطق الاولى ما فيما في يتعلق بتصدير التمور اللي وراه هذا الكل اللي وراه هذا الكل علاش انا قلنا الموضوع هذا مهم بقطع النظر على التمور او غيره هو فما حلم الحلم هذا يزم يامنوا به شعوب شعب <applause> افريقيا شمال افريقيا <مغرب> لح... ايش معناتها المغرب العربي الم... هذه موريتانيا المغرب الجزائر رغم اللي حصل الكل لا. تونس وليبيا وعلاش لا مصر لابد انه ينخرطوا في <تصفيق> اتحاد <تصفيق> مع بعض شوف ريتك عملنا اللقاء الثلاثي هذاك <مم> العالم كله يتفرج جزائر تونس ليبيا ميلوني ما اللي... كانتش تمشي لايطاليا ولات وليت, وليت ت... ماشي جاي على ايطاليا م... أي. الناس اذا كان يحبوا يعملوا تقاطعات يعملوا تقاطعات م... باللي صاير بالاحداث راهو الاحداث الاحداث الاكتواليتي بكري أستاذة زهرة الغربي نجولها تحية كانت قرينا في الاكتواليتي تقول لك عبارة تفرج في مسلسل الاكتواليتي هي أحداث, أحداث كل يوم حلقة مسترسلة حلق. معناتها أو... احنا كعملنا اللقاء الثلاثي هذاك ثم نوع هناك نوع من الثقل اللي صار الحلم اللي هذا نتاع شمال افريقيا اللي يتمثل في اتحاد المغرب العربي والا يلقاو اي اي تسميه اخرى اذا كان ما عجبتهمش التسميه هذيك فهو يمثل يصبح تصبح كل البلدان بالتنوع نتاعها بالتشابه نتاعها زاده وبالثروات نتاعها معناتها مختلفة من من بلد إلى آخر تولي هي منفتحة على بعضها هو تكتل عنده ثقل م. ثقل أكيد باش يلزموا يلزم تحل الحدود بيناتهم وعديد التفاصيل كما تشوف الاتحاد كما تشوف الاتحاد الأوروبي يولي, يولي عنده ثقل يولي عنده ثقل سواء على مستوى التصدير أو على مستوى الاستيراد فيخلي أنه اقتصاديا الامور تتحسن في البلدين الكل وهذا ما يتم الحلم اللي نحلموا به الله. الحلم هذا ينجم يتحقق في اطار المصلحه مش معناتها في اطار المصلحه؟ العلاقات الدبلوماسيه هي شنية في الاخر؟ هي مصالح مصالح مشترك. مشتركه بتاع البلدان مصالح مشتركه بين البلدان، انت المغرب حاشتك بدقله، انا حاجتي آه بترول من الجزائر ولا حاشتي ب... غيره وغيره الحاجيات نوليو نشريوها بينات بعضنا، ونهارت اللي تنقصنا نفس الحاجه اللي هي تقريبا القمح نمشيو مع بعضنا نمشيو مع بعضنا ك... كسوق كامل كل و... و... واحد يحدد الحصه نتاعو ومن خلال الحصه نتاعو نعرفو تكون خير وقت نعرفوا كيفاش باش مش نمشيو وناخذو ونحدو بيناتنا بما ان احنا تمثلو سوق كبيره على مستوى البشري وعلى مستوى تعداد السكان فاننا نجبو نتحكموا في الاسواق نتحكموا ونتشرطوا وناخذوا بالسعر اللي نحبوا عليه باش يمشي كل واحد ب وحده 40 مليون وحدها 10 مليون وحدها 30 مليون وحدها ندقوا مشكلة تمشي مئة 150 مليون ولا 200 مليون بعضكم بالضبط, بالضبط. بالضبط. هذا بالاضافه اذا كان اذا كان نمشيو الى اعداد سكك حديد مم. مشتركه مع طرق سياره مشتركه فتخيل انت مدى حجم الاستثمار اللي نجم يكون في البلدان هذه وتولي الافاق مفتوحه لانه البلدان هذه باش تتشارك في بناتها هي بالفتوه السكانيه وشوف عندها زوز دول تقريبا من اكثر الدول عندها الطاقه في العالم هي ليبيا والجزائر، عندنا الشريط الساحلي، عندنا اقطاب سياحيه، تونس والمغرب، ومصر اذا كانت تحب تدخل مصر ما طبيعه مصر عندها مصر اكيد آه لكن ديما نحكي نحلموا مثلا نشوفه مدل. في حلم احنا وممكن تتحقق يوما ما تونس الكفاءه الفلاحيه اللي عندنا اللي احنا ما زالت قادره انها باش تزيد تطور أكثر وأكثر عنا الصحراء عنا البحر الأبيض المتوسط اللي هو يجمعنا الناس عنا قربنا للاتحاد الأوروبي مع قادرين أن نكون أقطاب اقتصادية وسياحية وفلاحية في وقت وجيز هذا فقط شوية لقاءات وشوية تفاهم وإعداد مشترك مسألة صعيبة تعرف فما برشا نقاشات في المسألة فما صراع الجزائري المغربي اللي هو اللي هو المغطل 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 الاساسي في المساله واضافه الى ان كنزدوها الاوضاع في ليبيا اللي أحدث نوع من الفتور بين البلدين نحلم انه في يوم من الايام يولي على أطروط الطنجة ولا على أطروط تران عنابة ولا تران نواق الشط ولا <applause> وإلا <و> بالطبيعة <applause> إن شاء الله علاش ليه؟ ونحلمو والله ونمشيو ونجمو نوليو بالبطاقة تعريف نبداو نحوصو في بلدان شمال أفريقيا اللي قادرة مرة أخرى أنها تحقق نمو نتاع أربعة أو وخمسة أو وعشرة فقط ب بالمية بالطبيعة فقط باطار التشارك بيناتهم على المستوى الاقتصادي حتى ولو نبدأ بالخطوه بالخطوه راه الاتحاد الاوروبي كي بدا في اواخر الخمسينات راه بدا بسيطه جدا لم يكن في المستوى اللي هو فيه يمكن بدا بالاقتصاد اجا نشوفوا خويا مصلحتنا احنا خمسه بلدان اجا نشوفوا مصلحتنا احنا ما نمتعركين اجا نشوفوا انا وياك علي كارين في نفس الدار دي متعاركين لكن كي نمشيو نحكيو مع الملاك نحكيو مع بعضكم يلزم خلصوا ضوء مع بعضنا هذه من الحاجات اللي حط مصلحتنا الاقتصاديه وخلي ال... بتبيع المساله تاع الصحراء الغربيه الى غادي وعلاش ليه ما تتحلش المساله تعرف ما الصحراء الغربيه من 70 الى 73 اي قديمه الموضوع من 73 وسبعين وكان دول, و... دول الاستعماريه داخله فيها مم. وكل شيء معناتها اجا نشوفوا شنو عليك وشنو عليك ويجي ندخلوا فيه في تفاهم ونبعدوا على التصعيد. التصعيد بين البلدين قاعد موخر بالمنطقه كامله بالتكتل الكامل اللي نجم يكون في يوم من الايام من اهم التكتلات في البحر الابيض المتوسط اذا كان نحسبوها في مع الاتحاد الاوروبي. حلم ان شاء الله يتحقق يوما ما. ان شاء الله يتحقق. ان شاء يتحقق الله يتحقق يوما ما، كانت هذه اهم الاخبار. <applause> La revue de presse.